خايف، ما فيش احزاب وطنيه قديمه، خلاص حركنا قبل 50 سنه استقرار، لكن خلاص انت الخير كده. وثانيا ما في احزاب شيوعيه عندها قيمه، يعني يمكن تكون في القطاع الحديث في الاعلام في الخارج والانترنت اكيد لو قلت لهم شيء الله في الارض كده الصعيد ويلعب دوائر يجيب لكم نواب، ما اظن يجيبوا زوج الا زمره قليله جدا. يا اخوانا العلاقه كلهم بتكلم معاهم على غالب مصر والسودان، اذا بقى ده شعب وده شعب توحد، اذا بقى في طاغيه هنا وطاغيه هنا الله نفسه بنيته وغالب مملوك بين الهين، لعل بعضهم على بعض مش الهين، كل واحد عايز يتعالى على الثاني، لازم يكون في اله والله، وغايته الكمال وغايته البتاع هو واحد، يعني الولد الاول في الفصل واحد، يعني خلاص يعني الباقيين اشتركوا في الثاني. احنا نتكلم عن السودان، ما ممكن ثورة مصرية تكون تسمية طاغية تقبلها، اللي يكونوا منافقين بتوع العياذ بالله. ما تقدروا تلاقوا البريطانيين يقولوا رأيهم ديمقراطية حقوق الإنسان، وعارفين ده أفسد عضو في البلد، مسجل الناس ويقتل، وعارفين أمواله كم، إنهم مش عارفين والله يا مرة كانوا استثمار كل أموال قبل كده. والله احنا عارفين. وظننت أولاده أغنياء وفسدوا، وهو كبير عمره يعني وهي كبيرة عمره، ده بعيد ده إيه يعني؟ أموال كم؟ مليون واحد كفايه يعني، وبعدين حيودوك في بيت لو انت نزلت الحسنى، وحيودوك في بيت الرئيس وراتب الرئيس ومعارف وامور فلوس يعني، غير بقى يا اخي عشرات المليارات يا ناس، كلهم انتم بتناقوا ليه؟ اذا جاء الاسلام بيقول سلطوه، التاريخ ما بيصطاد له، انتم صالحتوا الصين، اضطريتوا صالحوها لانكم بتقولوا سلطوه، اي مبادئ عالميه تنتشر. كنتوا طيبين معاها والان تجاره وسفارات وصداقات وتفوتوا لها اي شيء، حتى لو ضربت المسلمين يسموهم ارهابيين، شمال الصين طبعا اتراك وصولهم يعني. بل قلت لهم اذا جاء الاسلام ما اعرفش يعني ما بعرف بلادي جدا ما بزورها كثير، لكن الظاهر الاسلام اغلب الناس الاسلاميين دول واحد اغلبهم درسوا في بلادهم فبيعرفوكم وبيعرفوا لغاتكم، احسن تتعامل معهم بالذي احسن واقعيين، ما تعملوا مثل ما وقفتوا مع الشاه والى يوم هذا تعانون ايضا في وجودكم مع الشاه ضد الثوار يعني، احسن تتصالحوا معهم. انتوا اتكلم معكم يعني جد اخر كلمه، انتم فتره انتقال الان، فتره انتقال نحن الاولى ابعدنا العسكر تماما، لانه عارف ان انت اي واحد فينا اما يجي على الكرسي كان اخونا امين جدا واخوك امين أموال الشعب يديمها معه لا أموال قليلة مما يمسك يده ويديه الأموال، أموال البترول وأموال الجمارك والشراطيب أصلا إذا المراجع أموال يمكن يحطوه ويقول شيء كيف سكتوا يحسب كذا أيوه كله غلا صح بيمد ياكل ياكل شوية بعدين يخب بعد كده يخب مليون حدود، وده أخوه في الله، أخوه في الله، أخوه في الله 30 سنة اشترك بخوف الله في الكتيبه اللي فيها هناك، يقول اخوف في الله اخوف في الله، انت بتعرف قبيلتك اخوف في الله، لكن مجرد ما مسك الحكم اختلفت معه في حاجه، اذا حجتك اغلب من حجته لازم يسكتك كيف؟ عسكر لانك انت موقفها وديك السجن، اذا ما كنت معنا حق والله يا اخوان انتوا بتعرفوا خلفاء المسلمين دي كلهم عملوها يعني بعض اخوان وكذا، ده اللي حصل يعني التاريخ كله كله اللي حصل يعني. أنا أفتكر في مرحلة الانتقال دي تتذاكروا كده جدا، بس الإسلاميون في جارتهم ليبيا لأنه قلت لك القذافي جاي معاهم ما بيقولوا لي إسلامي، بس في تركيا ما بيقولوا لي إسلامي، لكن كثير إسلاميون محض بالدولة والناس كلهم من النوم أسكتوا مسافرين كده قالوا خدوا ربي يضربوهم زي جاي والله أنت لا يبالي أن يبيننا كلنا. أنا بعرف هو يعني أصلا كده بيجيب حالات بعدين بعدين بنقطع عنه يعني. أنت يا إخوان فترة الانتقال دي يقرأ كلها مع بعض، ما تخوفوا ناس زي كل المفكرين المصريين زي الانتلكشنز زي المتقربين زي يعني درس بالغرب كلنا وفرنسا وانجلترا وامريكا يخافوا منكم خوف يومين يرى انه غدا ممكن تيجي تمسكوا الحكم بدون ديمقراطية ايه؟ الامر بخليفة المسلمين وقد يستشير ما ليست معلمة وليست ملزمة له هكذا يظنون
واي واحد يفتح بقه بعد كده يسكتوه يعني. حزب الشيطان ولا حزب الايه ما بعرف؟ لا بقيت حزب الله. اي واحد ما في الحزب اصله راجل. طبعا عندكم عندكم وعندنا عندكم وعندكم افكار صعبه جدا يعني. يخافوا الغربيين دي عندهم ذعر ذعر قذفنا في قلوبهم الرعب والله يا اخوانا. نحن دي نشتري يقول لي نحن نخاف صار ايش في راسي يقول لي مين يا اخوان؟ عندكم اغنام ذريه ودبابات ومعس اسلحه واقوياء واموات من الطائفه السودانيه. يقول لنا ايه؟ يقول لنا كده انت راس دبابات. انت عارفهم زمان العرب قديما تعرفوا فرنسا؟ تعرفوا فرنساوي؟ قلت لك كده تعرف صغورنا وتعرف صغورنا من وين وتعرف بلدنا؟ لان جو ضاربين في الارض برجليهم. انت ما حد جينا برجليك. فتهزينا هذا بالغ حتدخل على مدارسنا تحت تقلب علينا اطفالنا كلهم. فعلا يطلع في شمال افريقيا ليش ايه؟ خطر. حسب الجنه جنونهم لما بس تلبس الشبكه بس تحط لها حاجه في راسك. لانهم طلبه كلام العرب شمال افريقيا دي كلهم ذكروا بالاسلام ما مسلمين. الاسلام يا خدام. فكان هجوم على الاسلام ذكروا بهويتهم. فبتناقش مع الطلبه الاخرين مع البنات. والله ده جيت كده اخر ثلاثه ثلاثه ايه كل واحد حسب مدير الجامعه ده واحد عميد الكليه بتاعتنا واحد لازم الرئيس ده فوق اللي فوق كده الاعلى واحد تكون هو واحد ايه اللي وبعدين كيف اذا كان ربنا ده قدير كده وكده هو ما بيعرفش في السياسه وما بيعرفش في اقتصاد وما بيعرفش في علوم بس يعرف انه تدخل في اوضه اسمها المسجد والكنيسه كده بس بالكعبه كده صغيرين بس يطلعنا وبعدين لك فيه اعتقال تحفظي وبعدين نطلع السوق ما بيعرفش السوق وانت تعب بدون ايه ده ما بيعرف اي حاجه المفروض الله يكون كل شيء بيعرفها ثم يقولوا انه ما عارف كل شيء العليم العليم وسع الكرسي هكذا وقولوا لهم انتوا انا ده عندي ولد واحد ولد واحد بس ما خلي اكثر يعني معلش يعني هو رب يعني عيسى طيب يخلي عيسى كيف تقتلوا اليهود؟ انا ولدي حس اسمع الناس اللي يقتلوه والله انا اموت ولدي ولدي الوحيد كيف تخلى؟ الاولاد الاولاد فرنساويين كاثوليك لكن ما علموا حاجه غير يقول لهم رئيس واديك احنا ارض الواديك ناشونال تعرفين من الفرنسيين عندهم المنطقيه والعقليه كثير من الاولاد يتقلبوا افتكروا انكم انتم جايين غازين لما مش هم العرب غزوهم من فوق بعد 150 سنة حاكمين جنوب فرنسا. قال لي خلي الأدب جنوب فرنسا. أنتوا جايينهم من تحت ناسفينهم من تحت يعني الجاي ده كله حيكون إسلامي. الدنمارك ده قال إيه؟ قال ده غزو من تحت. من تو مننا. إحنا ما نتوالد. في السيول لا يزيد الاثنين الزوج والزوجة بيبقوا واحد ولا اثنين مش كده؟ أنتوا عارفين الباكستانية الآن ولا أهل السودانية دي مثلا عنده سبع أولاد. ثمانية أولاد، تسعة أولاد، فقالوا أنتوا عايزين تملوا علينا بالسكان بعدين بالتصوير، بتغلبوه منه بعدين تاخدوا الدار ونحن نبقى كده كل طبعا. يا أخوانا السودان احنا دايرين ما في حزب صادق في ثورة بعد الاستقرار بفضل الآخر. بس دايرين وحدة بين السودان ومصر. لازم اصوروا بني هيك مش توحد رغم اختلاف العرب هذه يعني المحاضرة الموسوعية التي يعني فوقت فيها بين تاريخ الحركة الإسلامية وبين تاريخ أفريقيا وحتى بين بعض الأشياء المتصلة بلغات القوم في أثيوبيا وفي غيرها وفي الآخر يعني يعني ذكر لنا ان ال وانا دائما استخدم الحكايه لان الافراد اخواننا الافراد قالوها لي ان هناك شيء اسمه العقل التركي الكبير فاحنا محتاجين برضه في مصر هنا العقل المصري الايه؟ الكبير الذي يتحرى الحكمه ويتحرى الصبر ويتحرى المقاصد والمآلات ولا تحركه الانفعالات والمشاعر واللحظات الجزئيه الحاله